بسم الله، دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نتحكم في شكل الستير. اقول له مثلا عايز ارسم ستير اهوت، تمام. انا هرسم اول حاجه بقى عشان ارسمها اشوف انا ارسم من اني ليفل لاني ليفل، وليكن مثلا من ليفل 1 ليفل 2. فهو بيبدا يحسب لي عدد الدرجات اللي هترسم. اقول له مثلا ارسم اهوت، تمام، وكمل هنا بالشكل دوت، تمام. طيب بعد كده تقدر تتحكم في الالوان وكل حاجه، ان انت تيجي هنا اقول له موافق، هو عمل لي خط قطع هنا. طيب الخط القطع ده ممكن اكون عايز اغيره، تمام. تقدر تيجي هنا وتقول له edit type، وتقول له انا عايز خط القطع دوت بدل ما هو بالشكل دوت، انا ممكن اختار شكل تاني. هو ده باللاين، انا هخليه سنجل مثلا. تقدر تختار المقاس بتاعه والزاوية بتاعته وكل حاجة. اوكي. طيب خط القطع ده متوقف على ايه؟ متوقف على الفيو رينج. فخلينا نروح للفيو رينج، تمام، واقول له هو دلوقتي متر و200 ملي، فاقول له خليه مثلا متر 500، فتلاقيه اتنقل لفوق بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اتحكم بقى في موضوع الالوان، بدوس في في، ادخل على الستير، ستير اهيت، تدوس على العلامة ديت، هتلاقي بقى هنا تقدر تختار الألوان اللي أنت عايزها، تمام. بحيث إن دي أجزاء السلم بقى، اللي هي مثلا الرايزر لاين، السبورت، الرايزر، كل الحاجات دي تقدر تختار اللون بتاعها، سواء في البروجيكشن أو سواء في القط. تقدر تختار اللون اللي أنت عايزه للفيو دوت، تمام. لو أنت عايز بقى لكل الفيوهات لازم تدخل لفيو، هتلاقي ميكات مانج، هتلاقي اوبجكت ستايل، تقدر تختار الحاجة لكل الفيوهات، تمام. تيجي هنا في ستايل، تقدر بقى كل واحد فيهم تختار لها اللون اللي انت عايزه وال السمك بتاع الخط نفسه، تمام. عايز تقل حاجة تخف حاجة، تقدر تعمل الموضوع ده بسهولة جدا. تقدر برضو تختار نفس الألوان للريلينج، تعمل زي تقدر تختار الألوان اللي انت عايزها للريل، للسبورت، للتوب ريل، تديله اللون اللي انت عايزه سواء في البروجيكشن أو في القط، تمام. البروجيكشن ده يعني شغل كله تحت الخط القطع بتاعي.